يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامج في رحاب القرآن. أعزائي المشاهدين، يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة القارئ سالم المحمد الأمين الملقب دهنا. مرحبا بكم فضيلة القارئ. كما يسرنا أن يكون معنا كذلك فضيلة الداعية الشيخ عبد الله والعبد المالك. مرحبا بكم شيخنا الكريم. نبدأ أعزائي المشاهدين، نواصل إذن قراءة سورة ياسين، ونبدأ من قول الله عز وجل: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، إلى قول الله عز وجل: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. هذا هو المقطع الذي سنتدبره اليوم بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ، وسيقرأه أيضا القارئ بروايتي ورش وقالون. أهلا بكم في مستهل هذه الحلقة. بإمكانكم التواصل معنا عبر خط الهاتف 45 25 32 66، وبإمكانكم تصحيح هذا المقطع أو غيره إن أردتم ذلك. الشيخ القارئ سالم، لو بدأنا برواية ورش عن قارئ نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم شكرا لكم شيخنا الكريم على هذه القراءة الطيبة برواية ورش عن نافع شيخنا الفاضل عبد الله يقول الله عز وجل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين هذا امتداد لما بدأناه في الحلقات الماضية على المقطع المتتالي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى وسلم على رحمة العالمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحفظة لساني يفقه قولي ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا شك أن هؤلاء الكفار يخاطبهم هذا القرآن ويتكلم عنهم ويتحدث عنهم فهذه السورة كلها تكاد تكون حوارا بين القرآن والكفار والتحدث عن أهل الجنة وعن أهل النار ولذلك يقول الله عز وجل وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الجنة المشحون ويقول تعالى إن شأن نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون حتى نتي إلى قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تأتيهم من آية من آيات تأتي بكثرة يعني آثام هؤلاء فهم معرضون عن كل ما تأتيهم من آية أي من هنا يعني أي آية ما تأتيهم أي آية دالة على قدرة الله عز وجل وأي آية أعظم وأوضح من خلقهم ثم الله تعالى يستدل بالكبير على الصغير يقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون فإذا هم مظلمون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في القراءة في الرواية القراءة الأخرى حملنا ذرياتهم في الملك المشحون وخلقنا لهم ذريه ما يعملون ما يركبون وإن نشأ نرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين ويقولون هنا تعالى وآية لهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فالذي لا يريد الله هدايته لا يشرح صدره للإسلام أما من شرح الله صدره للإسلام فينظر إلى هذا الكون فهو علامة دالة على قدرة الله كما قال أصحاب الكهف قالوا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ما نحتاج قاعد شوخر ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها وهون يقول مولانا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين هذه أيضا صفة الكفار وهي مثل الرزق كما يقال والله البخل ولذلك احنا قاعدون انا خبرنا في القران على ان لا ينفق المال في سبيل الله الا من يقوم الليل حضرتك يقوم الليل دائما يوفق مولانا لان ينفق ماله في سبيل الله خاصه اذا كان ماله اخذ من الحلال فما اخذ من الحلال دائما ينفق في الحلال واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه هؤلاء لو كان الله يريد ان يطعمهم لاطعمهم
فنحن نطعم، لماذا نطعمهم؟ ولو شاء الله لا أطعمهم. ثم يقولون أنتم إلا في ضلال مبين، أنتم إلا في ضلال مبين. قيل إنها قول الكافرين للمؤمنين، وهذا طبعا ما هو المشهور، المشهور أنها أنتم إلا في ضلال مبين، هذا خطاب القرآن للكافرين وهم طبعا في ضلال مبين. وأنا قلت بأن الإنفاق دائما يأتي عن طريق قيام الليل وأداء الصلاة. قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون. فكل من يقوم الليل لابد أن ينفق. ويقول تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال تعالى في صفات المؤمنين في سورة الفرقان: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، النفقة طبعا هنا دليل على الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة برهان، أي دليل قاطع على صدق إيمان صاحبها، والصدقة برهان. قال: الذين كفروا إلينا أمنوا وطعموا لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ثم تأتي التساؤلات الناجمة عن التكبر والعناد، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى تأتي الساعة؟ يقول الله تعالى: لا تأتيهم إلا بغتة، الساعة قائمة آتية. قل: بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يقول تعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. احنا كلنا نموت، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ولذلك يقول جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذه الموت آتية، وهذا البعث آتي، وكل شيء دل على البعث. ما معنى إرسال الرسل؟ ما معنى إنزال الكتب؟ ما معنى الطاعة والمعصية؟ ما معنى الإنفاق والبخل عن الإنفاق؟ هذا كله دليل على أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المعز وهو المذل، هو السميع هو البصير هو الباعث، يبعث هنا. والله الذي لا إله إلا هو سنبعث جميعا، وسنتي إلى الله إلى يوم القيامة كل واحد منا وحيدا كما خرج إلى هذه الدنيا وحيدا، وسيأتيه لا شيء عنده كما خرج لا شيء عنده، لا ثياب يلبسها لا نعالا يلبسها، حفاة عراة غرلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يستأذن. ولذلك يقول الله عز وجل، يقول: متى هذا إن كنتم صادقين؟ ما ينظر هؤلاء وما ينتظر هؤلاء، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وهذه الصيحة هي صيحة الفزع، والله أعلم، كما قال ابن كثير: صيحة الفزع تأخذهم، صيحة
يفزع الناس كلهم منها. تأتي التاجر فلا يرد مش يعني كان يشتري شيء لا يستطيع أن يأخذه. تأتي الرجل يلوط يعني يصقل حوضه ليسقي إبله فلا يستطيع أن يسقيها. تأتي الواحد في الطريق ذاهبا إلى أهله فلا يستطيع أن يأتيهم. تأتي الواحد وهو مع أهله فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهله مرجعون. نعم تأخذهم يخصمون يتخاصمون في الأسواق، أعطيني ذاك، ذاك ما هو لك، ذاك لي أنا، هذا كذا. تأتي الصيحة. أسأل الله أن يفرحني وإياكم آمين إن شاء الله. آمين إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. سنواصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا محمد بويا. أخي حياك الله وحييك وحيي المشايخ الكرام معك. حياكم الله الأخ محمد بويا، تفضل. صالح الدعاء وحب مال الله، معك التلميذ محمد بويا من زولات. مرحبا يا محمد بويا، تفضل. حياكم الله ورعاهم الحمد لله تعالى. ولا نحاول نقرأ الفاتحة، لا نقرأ الفاتحة إن شاء الله تعالى. والله يتفضل يا محمد بويا. الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيكم محمد بويا، قراءته طيبة. ليس كذلك ما شاء الله وكذلك محمد بويا ما شاء الله قراءته طيبة للفاتحة. ما شاء الله اجتهد يجتهد عليها دائما الحمد لله، ويوصي أيضا الطلبة بالاجتهاد على قراءة الفاتحة. جزاه الله خير وبركة فيه، تقبل الله منه. آمين إن شاء الله. تقبلوا مشاهد آخر لعله يصحح المقطع، تفضلوا. مقطع شنو؟ مقطع مقطع. وعليكم السلام ورحمة الله. يبدأ من قول الله عز وجل: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل له برش والله تقرأ برش لنه أنفقوا برش. زيد المد شوي، مد البدر زيد شوي، زيد مد البدر شوي. من آية من آية أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه زيد الغنة شوي. إن كنتم صادقين. نعم. لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يخصمون وهم يخصمون. نعم. فلا يستطيعون
تطيعون توصية ولا إلى ما شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. ما شاء الله قراءة طيبة. ما شاء الله تنتبه فقط لمد البدن. راه شي صار فيك منه شي تعقد ان شاء الله تخلصوا وتنتبه لذا. مد البدن دائما ورش مد اربع حركات ويسوى ظاهر يسوى سواء كان ظاهرا كيف الذين للذين آمنوا. قال الذين كفروا للذين آمنوا هذا مد بدل ظاهر وكذلك مد البدل المتغير بالنقل أو بالإبدال أو بالتسهيل والآية الأولى بداية المقطع وما تأتيهم من آية هذا مد بدل متغير بالنقل من آية من آيات الآية والأخرى كذلك هذا نمده متوسطا لورش وهو مما اختص ورش بزيادته على المد الطبيعي. نعم بارك الله فيك. وكذلك الغنة في الإخفاء انتبهوا لا أيضا الغنة تلازم الإخفاء وتلازم المد الإضغام بغنة لا بد أن ننتبه الغنة وهي مد بمقدار حركتين. نعم الله يبارك فيك. إن شاء الله قراءة طيبة ونبرة جيدة إن شاء الله مستقبل واعد بإذن الله تعالى في التجويد والأداء. شيخ تجاني تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله تفضل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم ما تبدأ من حيث توقف الأخ. وما تأتيهم يا أخ قاري استمع وما تأتيهم من آية من آيات ربهم حتى أردت أن تقف هنا وما تأتيهم من آيات ربهم نعم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين نعم تابع وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء ويطعم من لو يشاء الله أطعمه أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. بارك الله فيك. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بارك الله فيك الأخ الكريم شيخ تجاني قراءته إن شاء الله. شيخ تجاني قراءة طيبة إن شاء الله هو فقط مع إن شاء الله الاستمرار والمتابعة بإذن الله تعالى يتحسن الأداء. مد ورش طبعا من عادة صعب الحالة العادية لحد مازال يتدرب صعب يأتي بالأمداد كاملة وخاصة إذا توالت الأمداد وكذلك الغنن وكذلك الإضغام والإخفاء هذه الأحكام مع التدريب والتمرين إن شاء الله نتعود عليها
والأخ قراءته ما شاء الله جيدة وطيبة، لا ينتبه الإمداد وتوفش الله يتم يزيدها، ينتبه الغنن ما شاء الله عليه طالب جيد ما شاء الله. الله يبارك، الله يبارك فيه. دائما الأخطاء اللي ملاحظة حتى عند القراء لهم، نعم دائما ذيك الأخطاء الامداد الغنن. الامداد ورش طبيعي، ورش عنده مسالتين، لا بد من طول النفس، لا بد من التمرين والترويض على طول النفس باش الامداد قد تمرج. حتى الايات الطويله زين فيهم اللي تعود على طول النفس، من يعود طالب ما هو متعود طول النفس يجي ايه طويله يوقف فيها اكثر من مره، يوقف فيها 4 مرات وخمس مرات بايه واحده، بينما من يعود عنده متدرب على طول النفس قد يقرا ايه طويله بنفس واحد، ولعات طويله حتى قد يقراها بنفسين. وبالتالي هذا يدرب عليه فقط، نعم لا تدريب لا ترويض، يدرب عليه ويتعود يقعد وحده يقرا ايه طويله مثلا ويتم يقراها ويعلها ويرجع مملين يعقب يقراها بنفس واحد وهكذا. يحاول يتم يجمع النفس في البدايه، يقبل نفس طويله ياك قد يفرغها في القراءه، يقبل نفس سابق يبدا. جيد ان شاء الله. الاخت رمله تفضلي. زيد الصوت شوي. شوف رملة قربي منك الهاتف. ضلال مبين ما شاء الله. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. بارك الله فيك. صدق الله العظيم. بارك الله فيك رملة، قراءتها طيبة ما شاء الله، قراءة متميزة ما شاء الله، متميزة جدا، والأحكام ما شاء الله مطبقة، وخاصة حروف الحلق جيدة ما شاء الله، نطقها جيد، العين خاصة الحروف الحلق دائما فيها صعوبة، وخاصة في تمكينها أحيانا بعض الطلاب يمر على الحرف فيخرج من مخرجه لكن لا يتمكن من مخرجه، فالحرف دائما عنده طريقتين يخرج بها، واحدة يؤخذ على المخرج وتوف، يؤخذ على فعلا يخرج من مخرجه لكن بخفة وبدون أن يستقر في مكانه ويأخذ حقه الكامل، وفيه تمكين الحرف وهذا هو الأفضل والأكمل والأفصح أيضا. عادة الطالب اللي ينتبه للمخارج والصفات قراءته فصيحة واضحة ومؤثرة. نعم واضحة. بارك الله فيكم. شيخنا الفاضل، ما ينظرون إلا صحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. نعم، فهؤلاء الكفار ما ينتظرون إلا صحة واحدة وهي صحة الفزع تأخذهم وهم يخصمون، معناها يتخاصمون في أسواقهم وفي بيعهم وفي أعمالهم. نعم، هذه الصيحة هي صيحة الفزع،
قال الله عز وجل فلا يستطيع أن توصية لا يستطيع أحد من يوصي على ماله ولا على أهله يوصي على ذلك لا يستطيع ولا يستطيع توصية ولا إلى أهله مرجع متت النفخة الأخرى ونفخة بالسور فإذا هم من الجداث وهي نفخة البعد نفخة قيلة ثلاث نفخة الصعب نفخة الفزع هذه نفخة السور إلى زعم الصلاة والأرض نفخة الصعب نفخة السور إلى صعقة من الصلاة والأرض إلى ما شاء الله نفخة البعد ثم نفخة فيه أخرى فإذا هم قيام وقيل نفختان فقط نفخة الصعق ونفخة البعد قال الله عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وطبعا النسلان هو السير السريع الحفيف ينسلون أنا فإذا هم من القبور يسارعون يسارعون ما في حد يلتفت إلى أحد ما فيه والد يلتفت إلى ولده ولا أم تلتفت إلى ولدها قال الله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون نعم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد وهي القبور إلى ربهم ينسلون الله أكبر قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وهذه لا أحد يسمعها شكل ما كانوا يعلمون في قبورهم عذاب القبر يشب الإيمان به لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر جهنم يعني قالوا أبي بن كعب وقتادة والحسن أنهم ينامون نومة بين يعني النفختين نفخة البعث نفخة الفزع الهلاك ونفخة البعث ينامون ولذلك حين ينفخ في الصور وقيل لا ينامون وإنما بما أنهم ينقلون إلى عذاب أشد كأنهم في عذاب القبر من بعثنا من مرقدنا فهذا ما وعد الرحمن ولذلك من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون نعم من بعثنا من مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ولذلك يقول لهم المسلمون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون من بعثنا من مرقدنا يقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وقيل بل يقولونهم لأنهم بلغوا هذا ما وعدنا الرحمن وعد الرحمن وصدق المرسلون قال الله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون من ملة آدم وأنا وأنت وكل الناس بعدنا الجميع يحضر إلى الله فإذا هم جميع لدينا محضر ولذلك يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى أن كل إنسان يأتي يوم القيامة يساق ويقال كما جاء في سورة القاف نعم يقول الله عز وجل وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد كل نفس تأتي تساق وتقاد يؤتى بي أساق وأقاد ما نرى بتصرك ولا أكرام تنعاد ويؤتى بك يا عبد الله كذلك ويؤتى بجميع الناس رجالا ونساء يحشرون في مكان واحد حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين قالت عائشة يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه يا عائشة الأمر أشد من أن يهمه ذلك لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني فالبعد حين يقع تقع الأمور وأعظم يوم هو يوم يبعثون
يوم يخرجون من الجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. نعم هنا قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ثم قال تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا. نعم اليوم اللي صار يوم القيامة اليوم الظلم موجود لكن يوم القيامة فيه ظلم. يقول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فحذاري من الظلم إخواني حذاري من الظلم لا تظلمن. إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولذلك يقول الباري جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. ويقول الباري جل وعلا أحد قدسي ويقول الباري جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فلابد أن نحذر من الظلم ظلم النفس والظلم من أعظمه الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلمك لنفسك ظلمك لزوجك ظلمك لأولادك ظلمك لمجتمعك وكل الناس مسؤول راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. الجزاء من جنس العمل. منتهى العدل. نعم منتهى العدل. بارك الله فيكم شيخنا. أدركم الشيخ سالم تقرأون المقطع برواية قارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة
واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا تفضل أخ محمد بوين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا ابن الله أني نراني حي الشيخ الله بارك في الزهرة الله يعطي إن شاء الله كل عمر أنا لأن حاولت أرد شيء من الدين يا شيخ يخدم إلى رجل من الدين المنتدى شكرا لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين الله أطعم محمد بوين ونطعم من لو يشاء من لو الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صدق الله العظيم صدق الله العظيم محمد بوي ما دخل بعد محمد بوي ما شاء الله بالنسبه للامداد ما شاء الله ركزت عليهم وقضيت وزدت فمد البدري اربع حركات فقط وما تاتيهم من ايه الاربعه وزياده فيه مثل بمثل سواء بسواحد لا يقضي خلص مثل بمثل الله يبارك فيك قضيت وزدت قليلا والمد الاخر الطويل ما شاء الله جيد فم الإضغام أن أطعموا من لو يشاء هذا خالص ما فيه غنة ولا فيه النون يعني لا يبقى أثرها لا يبقى منها شيء أن أطعموا من لو نتجاوز النون كلا من الميم إلى اللام من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم أيضا هذا الإخفاء غنت بقية منها قليل ما شاء الله محمد ما شاء الله بارك الله في محمد بويا ما شاء الله الله يجزاه الله خير يبذل جهدا في التصحيح ما شاء الله ويهتم اهتماما كبيرا الله يبارك فيه يتقبل منه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل المهتمين بكتاب الله عز وجل ان شاء الله استقبلوا مام تفضلي يا مام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضلي أسأل الله العلي القدير أن يحرم هذه المشروع على النار. آمين اللهم صل على سيدنا محمد. آمين اللهم صل على سيدنا محمد. ولنحط صح آية. والله تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيك يا مام. قراءة ما شاء الله طيبة والشيخ دوري اجتهدت ما شاء الله وأصابت قراءة ما شاء الله طيبة وواضح فيها ما شاء الله الاهتمام بالفاتحة ما شاء الله الاهتمام بالفاتحة وتركيز عليها والحروف الحلق ومخارج الصفات ما شاء الله اهتمام كبير. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم ولا الضالين ما شاء الله. الضاد دائما الناس كاملة أغلبها عنده مشكلة الضاد نفخموه أكثر نقربوه من الدال، لكن إن شاء الله مع المحاولة نجيبوا فيه الاسترخاء والاستطالة فهو رخو من حروف الرخاوة. رخاوة معناها يعود مرخي حسان يعود مرخي شوي ولا ضالين مع حافة اللسان يعود مرخي نقول ولا ضالين هذا شديد شد. يعني نقول ولا ضالين ضاء تعود أخف واضح من صوتهن وأخف فرخة شوي من ذاك الأول مع استطالة مع حافة اللسان. ويلا نجتهدوا لي كاملين إن شاء الله نقربوا من إتقان ما من بعد قراءة الحمد لله طيبة جزاه الله خيرا ما شاء الله قراءة طيبة نعم. إن شاء الله يعقوب تفضل تفضل منه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق زيد شوي المد وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فليعلم الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتغائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر صدق الله العظيم صدق الله العظيم بارك الله فيك يا عقوب ما شاء الله ما شاء الله صوته طيب جيد ما شاء الله ومحاولة جيدة ومستقبل إن شاء الله جيد في التجويد مع استمرار إن شاء الله والمثابرة ملاحظات في الغنة وفي المد كذلك إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق الإخفاء دائما تلازمه الغنة وكذلك الميم مشددة فيها غنة والنون مشددة والأمداد أيضا إن شاء الله محاولة جيدة جدا يلا إن شاء الله يستمر ويتابع بإذن الله تعالى عنده مستقبل جيد بإذن الله تعالى الله يبارك فيه. أحمد تفضل. السلام عليكم شيخ أهلا وسهلا تفضل أخي الكريم حبكم بالله حبك الله أخي الكريم إن شاء الله تعالى نحاول ان شاء الله واستكان حي الشيخ محمد بويق توصل الدعاء قضاء عمره وحقق امنيته امين ان شاء الله ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تاتيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين وإذا قيل
رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا لو يشاء الله فنطعم من لو يشاء قرب منك شوي الهاتف كافي ضلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون بارك الله فيك فلا يستطيعون توصية ولا بارك الله فيك الأخ آمين إن شاء الله بارك الله فيك وقراءتك ما شاء الله طيبة الله قراءة ما شاء الله طيبة جيدة ما شاء الله صوتي تقطع قليلا لكن ما شاء الله قراءة جيدة نعم إن شاء الله بارك الله فيك الله آمين إن شاء الله شيخنا الكريم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا ذكر الله القائمين للبيت بشكرهم وذكر المنفقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا قال ربنا جل وعلا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا إلى آخر النعيم المقيم ثم قال تعالى هنا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون الله أكبر فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ما تحدث عن أصحاب الجحيم الأليم تحدث عن أصحاب النعيم المقيم تحدث عن أهل النار وأهل الجحيم وذكر سبب ذلك وهو إنكارهم ليوم الدين ثم تحدث عن هؤلاء إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون في لذات النعيم مشتغلون بالأكل والشراب والنكاح نكاح الأبكار وما هنالك من النعيم المقيم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ولذلك يتحدث الله عنهم يقول والسابقون إلى الطاعات السابقون إلى الخيرات الله يجعلنا وإياكم والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم الله أولئك المقربون في جنات النعيم السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الله أكبر على سرر موضونة قال ابن عباس من سوشة الذهب على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. نعم لا يجزى لا يخ... لا يعني فقال الله تعالى فاليوم لا تظلم نفس الشيء ولا تجزون الا ما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم على الارائك متكئون في ظلال على ارائك متكئون لهم فيها فاكهة الله أكبر فاكهة مما يتخيرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون أي ما يتمنون لهم فيها ما يشتهون فيها ما تشتهي الأنفس وتقر العيون وتلذ العيون نعم تلذ معناها تقر لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون فالله يسأل فيها ما تشتهي الأنفس وتقر العيون وأنتم فيها خالدون نسأل الله يجعلنا ويجعلكم من أهل الجنة وقال تعالى أعظم من ذلك أعظم من الأكل والشرب والجماع سلام قولا من رب الرحيم قال المفسرون في الحديث الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أكلهم وجماعهم وشرابهم ونعيمهم حتى يطلع عليهم الباري جل وعلا فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فيتركون كل ما كانوا فيه ينسون النعيم الذي كانوا فيه شدة التنعم بالنظر إلى وجه الله عز وجل أسأل الله لي ولكم والمشاهدين ولجميع المسلمين النظر إلى وجه الله الكريم آمين. بارك الله فيكم شيخنا الكريم لا يمل الحديث في هذا المقام لكن الوقت تداركنا أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة المباركة أشكر باسمكم جميعا ضيوفنا الأكارم القارئ سالم محمد الأمير الملقب الداهن شكرا لكم شيخنا الشكر موصول للشيخ الداعي عبد الله بن عبد المالك شكرا لكم الشكر كذلك لكل من تابعوا هذه الحلقة إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن يهدي للتي هي